40 سنة الأمويين نشأوهم بالشام، ربوهم تربية، خلاهم إذا مروا على أهل البيت ما يقربون إليهم. مو هذا واحد من عندهم دخل وشاف الإمام الحسن سلام الله عليه يمشي وغلمان وراءه أقبل يشق الطريق إليه، سأل هذا منه؟ قالوا له هذا الحسن. قال ابن أبي تراب؟ قالوا له بلى، هذا الحسن ابن علي ابن أبي طالب. أقبل إليه وشرع يكثر من شتمه وشتم أمير المؤمنين. غلمان الإمام الحسن وضعوا أيديهم على سيوفهم، قالوا الإمام على رجلكم تركوا وخروا عنا، صاح له. قال له أحسبك غريب؟ قال بلى. قال مل بنا إلى الدار، إن كنت محتاجا أعطيناك، وإن كنت غريبا آويناك، وإن كنت سائلا أجبناك. هذا وقف يتأمل، ما كان يتوقع هذا، ما كان شنو اللي يدعو الإمام الحسن أن يقف من هالموقف، والحال الإمام الحسن يم ذولا غلمان بوشعة أن يأشر إلهم يقطعوه إربا إربا. شنو الشيء اللي خلى يقف من هذا الموقف؟ قال له هذا أنت، أنتوا أخلاقكم هكذا، هذه أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه. هو هذا يقول طلعت من المدينة أنا، دخلت وذولا أبعد الناس عني وأبغض، الآن أخرج وهم أحب الناس إلي. هذا اللي يتمثل به الإمام سلام الله عليه.